الصحفيين وغيره باش نفهموا اكثر نص البيان هذايا اللي امضوا عليه اعضاء مجلس الهيكا دونك من ضمنهم سكينة عبد الصمد اللي حاضره معنا توا عبر الهاتف. مدام سكينة اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك وبالمستمعات والمستمعين الكرام، وشكرا على هذه الاستضافه اللي تمثل الفرصة حقيقيه على الاقل الواحد ينجم يعبر على رايه في هذا الشان. واضح، يعطيك صحة، مرحبا بك مدام سكينة عبد الصمد. تقريبا المطالب واضحة في البيان اللي كنت أهبطته البارح، شنو نجم نفهم شنو طالب اليوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري؟ في أي وضعية اليوم أنتم موجودين؟ واليوم نفهم من البيان وكأنه الهيكة حل يدها اليوم، فتح يدها للحوار للتسجيل وغيره. مدام سكينة أكيد تعرف الحالة اللي يعيش فيها مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهيكا اليوم هي حالة تجميد. يعني تعرفوا نعلم جميعا أني من تقريبا من 2023، بداية 2023 وقت اللي تم معناها ابتعاد رئيس الهيكا، هنا احنا دخلنا في حالة نوع ما من إذا قلوا الأزمة تسبب أزمة تنفيذية القانونية. اليوم خاصة بعد في آخر ديسمبر 2023 وقت اللي جاء القرار غير القانوني لرئيس الحكومة في تجميد أعمال أعضاء المجلس، أعضاء المجلس الهيكا هذاك اليوم، معناه يعني في المجلس اليوم مجمد. يعني احنا أعضاء نخدم نجم معناها نعطي رأينا في كل شيء، لكن لم يكن لنا قرارات نافذة على المؤسسات الإعلامية وعلى لتعديل المشهد الإعلامي التونسي. تعرف أن المشهد الإعلامي اليوم احنا كما لاحظنا هناك ارتباك كبير، فوضى إعلامية موجودة، وخاصة اللي لاحظناه نوع من العودة للمربع لمربع الطاعة خاصة في الإعلام العمومي، وهذا واضح. هناك مناخ من التخويف والترهيب، وهذا اليوم يولي يمثل خطر كبير على أهم مكسب اللي شفناه في تونس هو حرية الصحافة والإعلام. اليوم إذا نشوفوا مثلا زميلات وزملاء اللي خدمين من بنات وأبناء الصحافة والإعلام، واليوم اللي معناه يتم اعتقالهم وتنفيذ أحكام عليهم، الحقيقة هذا مخيف ومخيف جدا وخطير جدا، باعتبار انه هذا باش يولي فيه حالة ترهيب واضح لمجال حرية الصحافة والتعبير. وهذا معنا احنا ديجا طلبنا من قبل، من ما زلنا احنا في قبل التجميد اصلا بعثنا مراسلة لرئيس الجمهورية وطلبنا فيها بإطلاق سراح كل المساجين الرأي. ونوع تعرف اللي المفروض اهل المهنة إعلاميين صحفيين كلهم المفروض راه هذه العودة معناها في المحاكمة نتاعهم ولا المخاضاة نتاعهم ولا المحاسبة تكون وفق المرسومين 115 بالنسبة لقضايا النشر واتباع الإعلام واتباعه والنشر وحرية التعبير كلها، وكذلك 116 بالنسبة للأخطاء والتجاوزات التي تسجل في مجال في الراديوات في التلفزيونات في كل معناها ما يبثه المشهد الإعلامي السمعي البصري. باهي مدام سكينة، خلينا نفهم معاك في السياق هذا وباش نركز معاك الأكثرية على فكرة الهيكة، الهيئة التعديلية المستقلة هذه، يعني انتوما مع بقاء الهيكل هذية انه تكون الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي موجودة وفقا للصلاحيات التي حددت لها في المرسوم 116 وغيره، واللي هي عندها من الصلاحيات اللي خليها تنظم القطاع هذية، ولكن على مستوى التركيبة يعني هوني فما الإشكال على مستوى مجلس الهيئة، الأعضاء اللي موجودين فيها معناها طالبوا حتى انه يكونوا فما أعضاء جدد، ترشحات جديدة، خلينا نفهموا أكثر النقطة هذه يا مدام سكينة، تفضل. إيه صحيح، بالنسبة للمجلس الهيئة، حتى الهيئة ككل كإدارة، اللي الإدارة اللي هي كاملة ومتكاملة قاعدة تخدم، مش أنت واضحين، مجلس الهيئة اللي هو القيادة، مجلس الهيئة اليوم معناها مشلول ومجمد، ما ينجمش يخدم، علاش؟ أولاً ما فماش رئيس، رئيس الهيئة اللي هو الممثل القانوني، هذه أول حاجة، واللي احنا دعينا من اللي ما زلنا وقبل ما يوقع تجميد أعمال المجلس، احنا دعونا ورسلنا رئيس الجمهورية عديد المرات لتعيين رئيس
للهيئة باعتبار أنه صلاحيات تعيين رئيس للهيئة للهيكا يعود حصريا لرئيس الجمهورية، هو حصريا الوحيد الوفق المرسوم الذي يمكنه تعيين رئيس الهيكا. هذه حاجة، هذا بالنسبة للرئيس. بالنسبة لبقية الثمانية الأعضاء المتبقيين، تعرف ثم منظمات معناها موجودة، معناها منظمات اللي هي وفق المرسوم هي مخولة لترشيح من يعني ترشيح من يجب اختيارهم لتركيبة المجلس النقابة الوطنية للصحفيين، اللي زعما تعين زوج ولا ترشح زوج، يعني يخدم زوج من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زوج من جمعية القضاة، زوج معناها عندنا واحد عن الجامعة العامة للإعلام يعني تابع الاتحاد العام التونسي للشغل، كذلك نقابة المهن بصفة عامة. هذوما معناها ثمانية أعضاء اللي يرشحوهم كما قلنا، وهذا ما ذكرناهم اسم المنظمات هذه، اللي المفروض اليوم هما مدعوين باش يحاولوا على الأقل يحاولوا أنهم يعينوا ويرشحوا من يمكنوا اللي يجموا يعوضوا أعضاء المجلس الحالي باعتبارنا أعلى. وهذا يعني من خلال الدعوة هذه، هو راه دعوة أساسية لتفعيل عمل هذا المجلس. إذا كان الهيئة الموجودة مش عاجبة ولا مجلس مش عاجب، يا أخويا غيروه، هات عطينا رئيس جديد، وهات المنظمات كلها ترشح ناس جدد وأعضاء جدد، وخلي خاطر الهيكل هذا ما يرجعش لمجرد أعضاء مجلس، يرجع راهو هيكل هام وهام جدا، ومن اكبر مكاسب دعم حريه الصحافه والاعلام وتعديل المشهد. فبان كي نحمي المشهد من التجاوزات، راهو هذاك فيه حمايه كبيره لمشهد الاعلام السمع البصري وحمايه الصحافه والتعبير. واضح مدام سوق، اي تفضل. طالبينه انه رئيس الجمهوريه يعين رئيس للهيكل، وبقيه المنظمات اليوم مدعوه للتكاتف جميعا لدعوة الحكومة لإعادة تشكيل مجلس الهيئة. واضح. أقعد معايا مدام سكينة، سؤال من مختار الخلفي ونختم معك. تحياتي مدام سكينة. تحياتي لك. مرحبا. حبيت نسألك، هل اللايكا اللي تم خنقها في منذ 2023 بحكم الواقع، هل هي في موقع القوة أنها تقترح التركيبة بهذا الشكل؟ وانت تعرف ان رئيس الجمهورية لن يقبل بانه نقابة الصحفيين تعين ونقابة اصحاب المؤسسات الاعلامية السمعية البصرية وخاصة جمعية القضاة التونسيين وايضا الاتحاد العام التونسي للشغل. هذه التركيبة القديمة اللي كانت في دستور 2014 وفي الفضاء اللي كان بعد 2014 الان انتزاع دستوريتها. نعم، اي هي ماهيش موجوده في الدستور الجديد، الهيئه العليا للمستقبل، ولذلك ممكن الحديث على انه نص قانوني جديد ينظم هيئه تعديليه للسمع البصري يطلع بها المشرع اللي هو البرلمان، يعتقد انه المقترح يكون وجيه وقابل للتنفيذ. هذا شوف انت يعطيك الصحه، حطيت الاصبع على الداي سيد مختار، وهذا صديقي ماهوش غريب عليك برشا، ماهوش غريب عليك. نقولوا اليوم احنا لتا كما قلت الحاله اللي فيها المجلس اليوم وهي حاله شلل ووهن ونعتها باللي تحب، هذا بون ما يعنيناش من واجب الدعوه الى انقاذ مثل هذا الهيكل. راهو هيكل الناس الكل، الهيكل اللي بيحمي الصحافه والاعلام ويحمي المشهد الاعلامي التونسي. اليوم اذا كان هيكل هذا هو مرسوم، المرسوم موجود وماذا بينا المرسوم يوقع عليه المحافظه عليه الى حين على الاقل اقرار قانون اساسي يعمل يعني يوقع فيه تعداد ولا معنى تطبيق مشروع اخر اللي يقوم بتعديل المشهد ككل، كما المشروع اللي كان معد وللاسف تم سحبه في اخر لحظه. دونك اليوم يزن الكل راهو الكل يد في اليد باش ننام باش ندعو مجلس اليوم. راهو اليوم اذا كان ما نحافظوش على هذه مثل هذه الهياكل والاقرار والالحاح على ايجاد هيكل جدي وفعلي للدفاع على حريه الصحافه والتعبير والدفاع على المهنه الصحفيه ككل، راهو ما عندنا وين نوصلوا. وهذاك علاش
اليوم يدخل يد يدنا ندافعوا على مثل هذه الهياكل المدافعه على حريه الصحافه. شكرا شكرا لك، شكرا لك سهينة عبد الصمد عضو بمجلس الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي البصري.